أنا زهير جوجة أستاذ جامعي اختصاص علم موسيقى شعوب، كل ما هو تقاليد موسيقية. دونك البحوث بتاعي معناها ليزاكتيفيتي كلهم ميوزيكولوجيك أوتور دو لا تراديسيون ميوزيكال. لوكازيون هذه مع سين ريزيدانس إقامة فنية مع جمعية أدوار تهتم أساساً بتعليم الأطفال صناعة وعزف وغناء. عملنا بروفا وحذرنا بالآلات الموسيقية التقليدية هذه عرض موسيقي صغيرون، فهمتني، أساساً من التراث الموسيقي التونسي. حاولنا نصنع قمبري اللي هي آلة موسيقية تونسية قديمة ياسر، حاولنا نصنع شقشق وكركتو اللي هو محبس تاع نوار يتغلف بالجلد تولي آلة إيقاعية. دونك شقشق آلة إيقاعية، الكركتو آلة إيقاعية، والقمبري آلة لحنية وإيقاعية. أنا متعدي نسمع في الموسيقى، مشيت نشوف أخي نلقاهم يعزفوا على الآلات، شاركت فيها. اسمي محمد أمين جبالي، عمري 14 سنة، نعزف على الطبل. من عمري نقرا سنتين. تجربة جديدة، ما كنتش نعرف اسطنبولي، دونك نسمع بيها ما نسمعوش، دونك توا كانت تجربة جديدة ومزيانة برشا. أنا نسرين الحريزي، أدواريست، عندي 4 سنين في أدوار، نعزف فيولون، عمري 20 سنة ونقرأ دوزيام أني فاكولتي انفورماتيك. في اسطنبيلي في الريزيدونس هذي تعلمت برشا حاجات، منها صنع الآلات اللي نحنا ديجا هذوما صنعناهم احنا الشقاشق، عملت شقاشق هنا وحبيت نجربهم. كنت آلة وترية فيولون، وتوا حبيت نجرب آلة إيقاعية. دونك هذا توا البرنسيب، السيد معناها غرقها الماكسيموم بوسيبل، فهمت؟ الكلهم يغرقوا باش يوليوا يعطيوا الحس. دونك عملنا الآلات وعرفنا كيفاش يتصنعوا والكل، وبدينا نعزفوا فيها، حاجة جديدة. il suffit d'un minimum d'encadrement باش هما معناها يقوموا بالشيء اللي انت حاجتك به، معناها فريمون يتعلموا بسرعه كبيره ياسر. ونتصور انا كان معناها التجربه هذه تتواصل وتتعمق اكثر، تاخذ اكثر وقت واكثر امكانيات، فهمتني، معناها نجم نعملوا حاجات خارقه العاده مع الصغيرات بصفه عامه. أول مرة عملوا اسطنبيلي في الدار، يعني بديت نتعلم من وقتها بديت الغرام، بديت مش مع خالي الاسطنبيليات الزاويات وكل شيء. اسمي محمد ياسين بن سعد، عمري 13 سنة، بديت عمري عام 2016 هكاك، وقتها عمري 6 سنين. تعلمت نعزف على الجيتار، السولفيج كنت ما نعرفوش، ليزان ستريمون، زدت خذيت فكرة أكثر، يعني على
على الستامبيري وعلى القنيبر وكيفاش نصنعوهم وكيفاش نصنع الاليات وكل شيء. زهيرة كان باهي معنا وعاد معنا ثلاثة جمعات باهين وعلمنا كيفاش نصنع الآليات وعلمنا كيفاش نخدم عليهم وتو قاعدين نتدربوا على الغنيات. دخلنا في المعلومة بفاسون ياسر مزيانة، انك تحس روحك قاعد تخدم وقاعد تاخذ في معلومة انك ما تحسهاش، معناتها اللي هي ياسر مزيانة طريقة الخدمة معاه وكل ياسر مزيانة. الهدف هو تعليم صناعة الآلات الموسيقية، وبعد تعليم العزف على الآلات هذه، وبعد كيفاش نحاولوا نعملوا عرض غنائي موسيقي يعزفوا ويغنيوا في التراث الموسيقي بالآلات هذه لمحالة في ريزيدانس، معناها في كل 6 ايام ونحي منهم اليوم معناها 5 ايام. ما نجموش ان نتعمقوا برشا في كسوا في تعليم طريقة صنع الآلة ولا طريقة عزف الآلة ولا حتى في الموروث. دونك بالإمكانيات البسيطة اللي عندنا حاولنا باش نوصلوا للعرض هذا، وصنعنا كمان 4 قنابر وصنعنا 5 أو 6 شقاشق وصنعنا زوز كركتو وغنينا وحفظنا ومشينا خطوة به. حاجة الهامة اللي حب نقولها للأطفال هذوما فريمون ريسبتيف. أنا من الأول ما كنتش نتصور اللي في 5 أيام باش نعملوا هكايا. كنت نلوج هنا باش ندخل الكونسيرفاتوار، دونك فما شكون اللي تقرب لي هكا، لقيتها مهبطه فيديو تعزف في جيتار، دونك سالتها حبيت نعرف اسكو فما كونسيرفاتوار بحذنا ولا لا. قعدت ندور على الفيسبوك لقيتهم يعني عاملين رحلات وكل شيء، دخلت تكلمت مع مدام ريم قلت لها راني باش ندخل وكل شيء، قالت لي وقتاش باش نجي وكل شيء. بديت من وقتها بديت نقرا، عندي عام و3 شهور معاه. عندي عامين نقرا فيها، نعزف على الآلة البطرية. في أدوار تعلمك تنظيم الوقت، الموسيقى الكل معناتها كهوية والكل تعلمك كيفاش تنظم وقتك، تعلمك كيفاش تخمم سورتو، تعلمك كيفاش هكا تعبي الفراغات أوقات الفراغ بتاعك. الصغيرات هذوما اذكياء ذكيين ياسر ويحبوا ياسر الموسيقى، وعندهم معناها تقبل سريع جدا لكل ما تعطيهم من معلومه موسيقيه. سيبهم برك جوست تكدريهم كي اعمل هكا واعمل هكا، واحنا راهو المستقبل تاعنا صغار، وانا نؤمن بالاطفال على خاطر هما معناها اذكى منا برشا، ما عندهمش امكانيات كيفنا لكن راهو اذكى منا برشا وعندهم بوكو بلوس دو بوتونسييل اي دو انتيليجونس اي دو اي دي انرجي زاد، فهمتني؟ رايس لبحر يا بابا في بحر وصار.
هي تظهر عرض اماتور بيان سور، اماتور صغيرون وكذا، اما عرض كيما كاي يحضر في 5 ايام تسمى راه ايفور كبير ياسر بالنسبه للصغيرات هذوما، فهمتي؟ في 3-4 ايام تعلموا يغنيوا ستومبالي، تعلموا يغنيوا العروبي، تسيبت اللي عنده شويه طاقه في العزف على الطبله على الدربوكة على نيمبورت كوا، فهمت؟ تسيب وبعد يشوف في تنسيق كي عام بروفتين تكبسوا اعطوا حاجه واعطيهم صحه. إن شاء الله تتواصل النوع هذا بتاع الإقامات، فهمتي؟ التحسيس الأطفال بالآلات الموسيقية بتاعنا وبطريقة صنعهم وبطريقة العزف عليهم والغناء الموروث الموسيقي بتاعنا بصفة عامة، الكل هذا معناه يصب في بعض. نحب نقول إن شاء الله نكمل في أدواء. نحب نقول زادا ميرسي لمسيو زهير بوجة اللي عدى معنا وقت ياسر، أعطانا من وقت وعلمنا والكل، وأدوار خلف النجاح.